طيب خلينا نناقشكم. طبعا في المحاضرة اللي فاتت ناقشنا في التايم ريسبونس، وقلنا اتكلمنا في قصة بسم الله الرحمن الرحيم الفيرست اوردر، وتكلمنا عن رايز تايم والسيتلينج تايم وال از ويل از اللي هو تكلمنا بعدها على السكند اوردر، تكلمنا فيها تفاصيل عن السكند اوردر دامبنج، وقلنا في اكثر من كيس للدامبنج اذا انتم ذاكرين. اوكي وصلنا اخر كيس، سوري اسوي كنترول زي، وصلنا اخر كيس او الكيس الثاني اذا كان قلنا، او خلينا اشرح لكم الكيس الاولى. قلنا اذا الدامبر عندنا زيرو او الزيتا قلنا ايكوال زيرو، وشفنا كيف الريسبونس تاعت النظام عندي، وقلنا كم بول عندي وكم زيرو اند سو اون. وقلنا الكيس الثاني اذا كان عندي الدامبنج سميناها اندر دام. شو يعني اندر دام؟ قلنا معناته الاندر دام معناته زيتا بين الصفر وبين الواحد. تمام جميل جدا. وقفنا عند انه احنا قلنا النظام عندنا سي اوف تي او سي اوف اس ايكوال اوميجا سكوير. تمام خليني بس اكبر الشاشه شوي عشان تكون واضحه عندكم. واضحه صح الصوره؟ غلبكم فيدباك، الصوره واضحه؟ واضح دكتور. طيب جميل جدا. قلنا الحين احنا وصلنا عند هاي وكان الوقت تخلص عندنا، وقلنا لو كانت عندي زيتا بين الصفر والواحد، احنا ذاكرين اذا قلنا زيتا ايكوال صفر راح عندي التيرمل بالنص هاي التغى. تمام صار صفر، وحلينا على اساسه السي اوف تي. طب نشوف عندنا احنا هنا عندي زيتا موجوده، لو جينا نحل السي اوف تي اوكي تساوي تطلع عندي، لو بنروح على الجدول ولابلاس ونسوي لابلاس انفرس سو اون تطلع عندي واحد ماينس. احنا الحين هدفنا مش لابلاس، هدفنا اكثر نشوف ايش الريسبونس حق النظام تاعي. اوكي وبعدها اي تو باور ماينس زيتا اوميجا ان في تي، وبعدها ساين، لانه بتعرف في اوميجا تربيع على اس تربيع تعطيني ساين. ساين ايش؟ اوميجا ان سكوير روت واحد ماينس زيتا سكوير اوكي تي زائد الشيفت اللي هو زاويه فاي. طبعا عاده اللي هي هاي ممكن نحطها باللون الاحمر، هاي بنسميها اوميجا دي، اوميجا دامبنج فريكوانسي، اوميجا ان ناتشورال فريكوانسي، زيتا دامبنج كوفيشنت. فاوميجا دي هي بنسميها ايش؟ دامبنج فريكوانسي، وير فاي تساوي تان انفرس square root of 1 minus zeta square على zeta. تمام طيب لو جينا نرسم رسمة النظام عندي اوكي، لو قلنا هاي تي وقلنا هاي سي اوف تي، وقلنا النظام بيجي عندي في واحد اوكي عند واحد، لو جيت انا ارسمه بالازرق تمام، هاي اللي هو ايش؟ في عندي ديلي اللي هو جاي، خلينا نحطه باللون الاخضر. هاي من ايش جاي هاي؟ This is comes from e to power minus zeta omega nt اللي هي الفوق، اللي هو الديكيد اللي جاي موجود عندي هنا. طبعا بعد النقطة هاي حيصير عندي ايش؟ steady state response، يعني تقريبا النظام بلش ايش يثبت، النظام ثبت. اللي قبلها شو بنسميها عادة؟ ترانزينت ريسبونس. شو يعني ترانزينت ريسبونس؟ اللي هو المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية. طبعا هنا عندي اوسوليشن، والاوسوليشن بنزل، طبعا هذا الاوسوليشن بنزل اكسبوننشالي ديكاينج. ليش؟ شو الهد... ليش بنزل ديكاينج هاي الاسوليشن؟ هذا جاي من الزيتا، من الدامبر، من ايش؟ تخفيف الريسبونس تاعت النظام من 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 الزيتا. تمام؟ في اي سؤال سو فار في الكيس هذا؟ طب احنا خلصنا هاي الكيس اللي هي اللي قلنا عنها كيس 2. اوكي احنا وقفنا فقط عند الرسم المحاضره فاتت. لو جينا نقول كيس رقم اللي هو ثلاثي، نكتب كيس رقم 30. كيس ثلاث، خلينا بس باللون الاسود، عندما زيتا احنا قلنا زيتا زيرو، زيتا بين زيرو وواحد. طب لو كان زيتا ايكوال 1، زيتا ايكوال 1 هذا الكيس رقم
رقم ثلاث، هاي بنسميها critical damping. شو يعني critical damping؟ يعني damping على أوجه واحد، أوكي؟ يعني الماكس، مش الماكس طبعا فيه أكثر من واحد، لكن هذه critical الفاليو حقت critical، أوكي؟ هاي بنسميها اللي هي الدامبينج. طب لو قلنا احنا رجعنا للمعادلة النظام تاعتي فوق وسميه وحطينا زيتا equal 1، لو ارجع هنا وزيتا احطها equal 1 هنا، هذه بتصير ايش؟ 2 اوميجا ان اس. يوم نيجي نحل النظام تاعها بيطلع عندي اوميجا ان، او لو اجينا هنا هاي بتطلع عندي البولز الموجودة هنا، نحط زيتا واحد هنا وحط زيتا هنا واحد، واحد ناقص واحد صفر، هذا كله التغى اللي هو ايش؟ الكومبلكس. وهنا عندي زيتا واحد، ما شو باقي عندي النظام؟ ماينس اوميجا ان، فقط ماينس اوميجا ان، تمام؟ فمعناته زيتا شو صارت عندي الحين؟ معناته اس 1 واس 2 لهم تو بولز، لانه سكند اوردر، احنا قاعدين نشتغل على سكند اوردر، واعطيني ماينس اوميجا ان، ماينس اوميجا ان. معناته لو بدي ارسم انا رسمه اللي هو البولز، هاي حتكون سيجما وهي حتكون جي اوميجا ان او جي اوميجا، حيكون عندي تو بولز موجودين هنا، وقلنا البولز اكس فوق بعض، فوق بعض، هذا حيكون اس 1 وهذا حيكون اس 2. طب لو اجينا سي اوف اس، حيكون عندي واحد على اس اللي هو انبوت، بعدها اوميجا ان سكوير على اس تربيع، زائد 2 زيتا اوميجا ان، دكتين زيتا واحد بتروح اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. طيب هاي لو بدي ادخل الاس واضبطها بشكل بس يعني الترتيب، شو اللي حتصير عندي؟ حتصير عندي اللي هو اوميجا ان سكوير، وبدخلها قواس بصير عندي اس لحالها، وهذا قوسين تربيع بصير تربيع اس زائد اوميجا ان. لو جيت تفكها بيطلع عندك ليش اللي قبلها، معناته تساوي اوميجا ان سكوير في واحد على اس في اس زائد اوميجا ان سكوير. وهي الحل تاعها اللي هي سي اوف تي، لو جينا نسوي لها بلاس انفرس يتضمن سي اوف تي، حتعطينا ايش؟ اوميجا ان سكوير هنا فوق، وحتجيني تحت اوميجا ان سكوير من البلاس انفرس. طبعا هاي انتم مش بحاجه الحين انكم تشوفوا، بتقدر ترجع على الجدول وتحلوها، بس احنا نشوف ليش الريسبون تاعت النظام. اوميجا ان في تي في e to power minus omega n t. لو رجعت لجدول لابلاس بعطيك هاي التفاصيل، تمام؟ الرسمة تاعتها عشان نرسمها زي غيرها، هاي t وهاي c of t وهذا واحد، قلنا كيف تتوقع شكل الرسمة هيكون؟ فيها oscillation ولا فيها overdamp ولا فيها undamp؟ هتكون critical، يعني ما في عندي oscillation، هيكون بهذا الشكل. There is no oscillation. No oscillation. ليش؟ لأنه نقول دائما في الزيتا إن ما تكون واحد ما بعطيك oscillation من مرة. أوكي؟ وهاي هاي الفاليو يعني لو نقول C infinity. شوف تعطيني. أو خلينا نقول C infinity لل T. أوكي؟ لل T. هم تساوي limit C of T عندما T equal infinity، معناها هذا معناها الكلام، بعطيني واحد لأنه في النهاية بعطيني عند الانفينيتي إيش؟ أنا في الانفينيتي بعطيني واحد، بعطيني واحد، تمام؟ طب لو كانت عندي شو اسمه عند الزيرو، لو بدك تأخذ هذه final value theorem، initial value theorem شو بتعطيني؟ تساوي limit S في C of S اللي هو الplus تساوي zero and it goes to zero، لأنه T infinity معناته S equal zero، وتساوي limit s omega n square على s في s زائد omega n. المعادلة اللي فوقها اللي شفناها قبل شوي، عندما s equal 0 عوض s equal 0 s بتروح مع s n، omega n تربيع على omega n تربيع بتطلع واحد، هي نفسها، تمام؟ طيب هذا الكيس رقم ثلاثة. لو جينا نحل الحين الكيس الرقم الرابع اللي هو الأخير، الحين قلنا زيتا يكوال زيرو، زيتا بين صفر وواحد، زيتا واحد، باقي عندنا كيس أخير اللي هو زيتا أكبر من واحد، زيتا أكبر من واحد. طبعا هذا كله بشرحه introduction عشان ندخل في النظام، كيف نوجد الراس تايم، settling تايم، الأوفر شوت، كل هاي التفاصيل. زيتا greater than one هاي الكيس الأخيرة،
شو بنسميها هاي؟ هاي بنسميها over dam، يعني فوق الدامبر، فوق الدامبينج. هاي S1 و S2 طبعا في عندي زيتا الحين صح؟ هي نفسها بتتعلق ناقص زيتا أوميجا N بلاس أوميجا N زيتا سكوير ماينس 1 اللي هم اللي شرحناهم في المحاضرة اللي فاتت. الحين الاثنين عندي S1 and S2 الريال فاليو جاي في النيجاتيف، فمعناته الاثنين حيكون رسمتهم في اتجاه النيجاتيف. لو جيت أرسم سيجما مع J أوميجا تمام، هيكون عندي واحد في عندي إشكالية. وين حيكون الرسم بتاعته يا شباب صبايا؟ وين حتكون رسمته؟ مين معاي يساعدني؟ هنادي بالاسم؟ ممكن تكون بالسالب، في منطقة السالب. هي منطقة السالب حتكون في المكان، خلينا نقول إذا بدي أسوي لها شيد في المكان هذا، أوكي؟ في الأصفر هذا، أوكي؟ في المكان الأصفر. طب وين حيكون عندي طبعا ناقص زيتا اوميجا ان، انتبهوا زيتا اكبر من واحد، ناقص زيتا اوميجا ان حتكون في اتجاه الشمال، اوكي تمام. واحد حيكون عندي زائد وواحد ناقص، يعني حيكون صمها في المناطق هاي هيك تمام. واحد حيكون زائد وواحد حيكون، لانه في عندي كومبلكس صح؟ لا سوري، في عندي كومبلكس انا ولا ما في عندي كومبلكس؟ سوري اجين، انا خربطت. ما فيش جي محطوط في ال، ايوه ما في عندي جي. شو يعني معناته؟ هي ريال فاليو، معناته حيكون واحد هنا، لانه واحد سنتين سالب، سنتين سالب. ليش سنتين سالب؟ لانه هذا اكبر من واحد، جذر الاكبر من واحد حيكون بالبوينت سمثينج صح؟ بوينت سمثينج، بوينت سمثينج اوميجا ان. هنا عندي اكثر من واحد، يعني اقول ثلاثه مثلا، ثلاثه اوميجا ان زائد بالماينس صح؟ زائد إشي بسيط في البوزيتيف بيظهرها نيجاتيف، ونيجاتيف ناقص نيجاتيف الثنتين نيجاتيف، ففي واحد هي نيجاتيف أكثر من الثاني تكون هنا. يعني مثلا نقول هنا S1 وهنا S2 تمام، واحدة حتكون نيجاتيف أكثر من الثاني لأنه الصغيرة هاي فيها بوزيتيف شوي بيشيل منها تمام. طيب لو أجيت أنا أرسم هذه الفاليو تاعتي أو أوجد الـ C of T وبعدها أرسم الفاليو تاعتي، حتكون عندي نفس اللي قلنا عنها critical dam، بس هي over dam. يعني تتوقعوا ايش يكون شكلها؟ لو قلنا هنا C of T وقلنا هاي واحد، تتوقع اذا انتم ذاكرين الواحد بقت كده صح؟ critical dam صح؟ الاوفر دام حتكون بهذا الاتجاه، يعني الدامبر تاعها عالي جدا تتصل الواحد بدها وقت. فهمت كيف القصد؟ هذا يعني زيتا equal greater than one، هذا زيتا equal one تمام. الحين حنرسمهم كلهم مع بعض، حنرسم لهم عشان تفرقوا ما بينهم. يعني كل ما زيتا increased يتضمن system slower، هاي النتيجة النهائية. بس ما الحين شوي اقرا محاضره ولا محاضرتين، بنقول هل انو افضل الزيتا ايكوال 1 ولا الزيتا اكبر من واحد ولا الزيتا اقل من واحد، مين افضل؟ هاي اجلها لبعد محاضره، بنبلش نقول لك سم تايمز انه زيتا اكبر من واحد خطا، النظام بطيء جدا. يعني تصور سياره انت قاعد طلعت على مطب والسياره اوفر دام، بدل ما تهز معك اذا كان الدامبر عندك خربان السياره بس تهز تطلع تنزل. طب لو كان اوفر دام بتخيل قاعد بتنزل وبتطلع ببطء لمدة دقيقتين بعد المطب، يعني هذا مريح مش مريح. ففي عملية إلها بلس ماينس، خلينا نشوفها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. بس خلينا نفهم النظام والباك جراوند كاملة. خلينا نقول هنا عندي كومباريزون كومباريزون بتوين all cases، نشوف كيف الرسمات تاعته. عندي كان input صح إذا أنت ذكرين، وعندي كان النظام لو أوميجا N سكوير على S تربيع لأنه قلنا second order زائد 2 زيتا أوميجا N زائد أوميجا في S هنا أوميجا N سكوير، وقلنا هاي C of S وفصلناها، قلنا زيتا واحد وأقل من واحد وصفر وأكثر من واحد أنسون. طيب لو جينا نرسم هاي الرسمة بشكل عام with respect to زيتا، يعني نشوف زيتا في أكثر من حالي.
هاي هتكون عندي تي وهاي هتكون عندي سي اوف اس تي سوري هاي سي اوف تي انا اظن الرسم اللي قبل حطيت سي اوف اس ولا لا لا سي اوف تي اوكي اكسلنت سي اوف تي وهاي حتكون عندي ايش الواحد الفاليو الفاينل فاليو اللي هي واحد على اس الانبوت ستيب انبوت اللي حطيناها حنرسم واحد واحد نرسم ناخذ الالوان اول حاله خليني اخذ انا الافضل دائما بتبين معنا اللي هي ايش الزيتا ايكوال 1 الزيتا ايكوال 1 بتكون كذا هاي الزيتا خلينا نسميها زيتا ايكوال 1 اللي هي ايش الكريتيكال الكريتيكال تمام طبعا هي اقرب على فكره هي اقرب خلينا اعيد اسوي كنترول زي احسن يمكن كذا اقرب شوي اوكي زيتا ايكوال 1 طيب خلينا ناخذ الحاله الثانيه اذا كانت عندي اوفر دام احنا شفناها قبل شوي الاوفر دام ذكرين كذا طيب هذا خلينا نقول مثلا زيتا ايكوال 2 لو قلت انا زيتا ايكوال 5 حتكون كيف في الوان ثانيه نخليها من ثلاث الوان ممكن ناخذ اللون اللي هنا هنا بعد من الحمراء ايوه بتكون زيتا ايكوال 5 طب لو جينا الحين نرجع ناخذ اللي هو زيتا اقل من واحد شو حيكون شكلها انتبهوا دائما الاقل من واحد في ايش اوفرشوت حيكون اسرع ايوه هو حيكون حتى هاي خطا حيكون قبل الزيتا بشوي بس في عندي ايش اوسوليشن باخذ وقت تا يرجع لايش لطبيعته هاي حنسميها زيتا يكون مثلا 0.6 خليها نص تقريبا او 0.6 حناخذ اللون الاخضر مثلا نقول 0.3 مثلا حيكون يصل للواحد اكبر بس الاوفر شوت اعلى كذا هاي زيتا ايكوال 0.3 طب لو قلنا زيتا ايكوال 0 اللي حسويها باللون اللي هو قوس قزح حيكون كذا ما في ديكي لانه زيتا صفر زيتا ايكوال صفر بظل عندك الاوسوليشن موجود لانه زيتا ما في عندي دامبر ما بينزل زيتا يعني هذه حتى خطا هنا رسمتي هنا لازم تكون نفس الارتفاع القوس اذا جينا للدقه يعني حيكون نفس الارتفاع تمام يعني بصير عندنا زي ساينوسويدال ويف ايوه اكسلنت ساينوسويدال ويف هاي كانت 0.3 لانه ما في عندي ديكاينج ما في عندي دامبر ما في عندي دامبر هاي اللي خلينا نقول الكيسز كلها عندي الصفر بتوين الصفر والواحد اللي هي حاطين حالتين 0.3 0.6 وانتبهوا انه مثلا ال 0.3 الاوفر شوت فيها اعلى من 0.6 زيتا 1 اللي هي السوداء زيتا 2 يعني اوفر دام صارت الحمراء واوفر دام باكثر اللي هو رقم 5 اند سو اون تمام خلينا ناخذ كم مثال على اللي حكيناه قبل شوي هذا والمحاضرة اللي قبلها بعدها ندخل على الرايز تايم والسيتلينج تايم زي ما دخلنا في الفيرست اوردر اوكي لو كان عندي نظام خلينا ناخذ اكزامبل فور ايتش اوف ذا سيستمز فور ايتش اوف ذا فولوينج سيستمز اوكي فايند أوميجا N وزيتا لو كان عندي G of S تساوي واحد على S تربيع هذا trivial question يعني أوكي زائد تسعة تقدر توجد أوميجا N وزيتا ولا لا direct for sure أنت بتقدر تقول هاي شو تساوي هاي عندي وهاي أوميجا N تربيع زيتا أوميجا اثنين زيتا أوميجا لا تنسى الاثنين بس simple as that انتبه انه هاي لازم تكون عندك ايش S square لازم تكون S square يعني اوميجا ام تربيع تساوي 9 يضمن اوميجا ان تساوي 3 صح طبعا راديان شان اوميجا ان قلنا ناتشرال فريكوانسي طب لو قلت لك انا احسب لي اف ان بالهرتز اوميجا ان على 2 باي صح 3 على 2 باي هرتز تمام طيب الحين هاي واحدة اثنين
2 زيتا أوميجا N تساوي 2، يتضمن زيتا أوميجا N يساوي 1، معناته زيتا تساوي 1 أوميجا N وتساوي 1 على 3، صح؟ 1 على 3، هذه شو نسميها؟ ولا أندر دام؟ إيش نسميها؟ أندر لأنه الأكبر من 1 أوفر أندر دام. اكسلنت اندر دام، خليني بس اكتبها لانه خطي صار زي الدكاتره طبعا الحكمة يعني اندر دامت اندر دامت لانه طبعا بتوقع الريسبونس حيكون عندي بتوقع ها دايركت على طول كده بتوقع لانه ستيب فور ستيب ها فور ستيب. طب لو كانت رامب كيف يكون رسمه الرامب؟ احنا كل الرسومات رسمناها ستيب، لو كانت رامب حرسمها وحلحمها هذا الرام صح؟ حيكون كذا نهاية الصفر حيصير أوسيليشن وبعدها بنتظم، أو خلينا نرسمها بشكل أفضل ودق كذا حيكون بعيد عن النظام تمام، وبعدها حيدخل على النظام بأوفر شوت وبلش ينزل تيصير طبيعي. طب لو كان أوفر دام سوري كريتيكال دام حيكون كذا كريتيكال دام. طب لو كان اوفر دام الكريتيكال كذا، لو اوفر دام حي ايش الوصول للحاله النهائيه حيطول يعني شغله زي كذا يعني اوكي شيء قريب من هذا الشيء اوكي. هذا في الرام احنا كل شغلنا على ستيب، اذا الرام دخلتوها في النظام. طيب لو كان عندي ثاني مثلا احنا قلنا هنا هذا رقم نسميها 1 رقم 2 هنحط جي اوف اس تساوي 4 على S تربيع زائد 6 S زائد 9، واضح خلص على طول أوميجا N تساوي جذر 9 وتساوي 3، زيتا تساوي 6 صرت أنا أسرع 2 على أوميجا N من المعادلة وتساوي 6 على 2 في 3 ويساوي 1 كريتيكالي دامت، يعني الرسمة تاعتها على طول في الستيب ريسبونس هتكون كذا اوكي. هنا ستيب ريسبونس يونت ستيب ريسبونس يونت ستيب ريسبونس ها طبعا سي انفينيتي هنا سي اوف تي وهذا تي، واضح بتكون حل امثله اكثر يعني مثلا ولا كيف خاص كافي هيك يعني مال سمبل ستيت رود يعني تريفيال كويستشنز مش بحاجة. في عندي كمان مثال ثاني بس يعني مثال ثاني بعطيك اوفر دام واحد يعني اكثر من واحد مش خلاف تمام. في عندي مثال خلينا نحله مثال يعني فروم سكراتش لو ثلاثة كده قلت لك كيك وعندي ماس وعندي كده دامبر، هذا هو الدامبر اللي هو P هو بعطينا زيتا، البي هو اللي بعطينا زيتا، الكي بعطينا ستيفنس طبعا لو قلنا كذا. طبعا هذا بيشمل ايش المثال تشابتر الماثماتيكال موديل تمام. هنا بقول لي ديترماين او خلينا نحط هنا اكزامبل بدل ثلاث ديترماين بي لو فاليو حقت بي تو جيت ايش ايه اول حاله fastest response x of t without oscillation يعني ما بده oscillations. هاي في فرع بي بي فرع اي وبي عنده بقول لك الدامبنج زيتا equal 0.7 بدك توجد في الحالتين كم قيمة B في الحالتين كم قيمة B. طبعا هحل الماثماتيكال موديل very straightforward و very fast ما حناقشه اوكي بس انتم انتبهوا معي ما بفهمش يقول لي اذا قصدي ما استوعب ايش ححل يحكي لي mx double dot اذا متذكرين free body diagram لو درسوا free body diagram هنا عندي m حيتحرك في الشمال لانه عندي f معناته كذا x حتكون
هيكون عندي هاي kx قلنا اذا انتم ذاكرينه هنا kx دوت لانه دي سوري p b x دوت. طب هنا هتكون عندي f ماينس kx ماينس bx دوت تساوي mx دبل دوت. اوكي لو اجي ترتبها يعني mx دبل دوت زائد bx دوت زائد kx equal f. طبعا هي f of t. اوكي لو جينا f of t. طيب لو جيت اخذت لابلاس والامور هاي شو بصير عندي؟ m s سكوير زائد b s زائد k كله هذا x of s يساوي f of s صح؟ وبعدين لو جيت اخذت الاوتبوت على الانبوت اللي هو ايش؟ c of s او g of s تساوي اوتبوت صح؟ على انبوت شو عندي الاوتبوت؟ x والانبوت f معناته x على f شو يساوي هذا؟ واحد على m s سكوير زائد b s زائد k. هاي جينا الترانسفير فانكشن وجدناه. طيب الحين عندي m طيب يتضمن m s سكوير زائد b s زائد k المفروض احنا بقينا نسميها تساوي ايش؟ بقينا دائما نقارنها ليش اقول لا خلينا ارجع لورا شوي معلش. اوكي اول شيء شو قلنا احنا اذا انتم ذاكرين قبل شوي شو قلت لكم؟ الجي اوف اس انا بديش اكون عندي ام اس تربيع بديها اس تربيع لحالها واحد على اس تربيع زائد بي على ام اس هنا على ام كمان هنا زائد كي على ام صح؟ بدي اخلي اس تربيع لحالها هذا صح مش احنا بقينا نقول اوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان زائد اوميجا ان تربيع. انتبه هنا اس معامل تاعها واحد دائما المعامل تاعها واحد جميل. الحين الكيو اس هذا الكيو اس صح اللي هي كاركترستيك ايكويشن اذا انت ذاكرينها. الحين من الكاركترستيك ايكويشن هذا يوم نقارن نقارنها في بعض شو بطلع عندي؟ اوميجا ان سكوير روت اوف كي ام صح؟ جذر الكي على اكسلنت على ام. وبي شو بتطلع عندي؟ بي في ام صح؟ بي على ام تساوي 2 زيتا اوميجا ان اضرب ام ام على طول بيطلع عندك صح؟ طيب الحاله الاولى شو منو قال لي ايه؟ شو قال لي في الحاله الاولى؟ اذا نرجع للسؤال شو قال لي؟ The fastest response without isolation. شو ال without isolation و fastest response؟ without isolation يعني زيتا ايكوال واحد وفوق. نرجع للرسمي نرجع للرسمي ها without isolation اي وحده كانت السوداء الحمراء الزرقاء هاي واحد اثنين خمسه انو اسرع واحده فيهم؟ الواحد صح؟ اسرع واحده فيهم الواحد. يوم يقول لك fastest without isolation يعني زيتا ايكوال 1 يعني معناها ايش؟ زيتا equal 1 without isolation وهي الفاستست هي الفاستست. شو معناته؟ زيتا equal 1 معناته بي شو حتكون عندك؟ 2 في 1 في اوميجا ان في ام تمام؟ واوميجا ان شو تساوي؟ 2 في جذر كي على ام في ام صح؟ وتساوي هاي كلها 2 جذر دخل الام هنا ام تربيع اما ام شو بتصير ام كي هنا تمام. طيب حالي بي قال لي زيتا ايكوال اذا انتم ذاكرين 0.7 بس عوض زيتا ايكوال 0.7 يتضمن بي تساوي 2 في 0.7 هنا جذر الكي على ام وهنا ام تساوي 2 اللي هي 1.4 جذر الكي على ام وهنا جذر الام تربيع صح؟ دخل الام على الام الام بتروح مع الام شو بصير عندك 1.4 جذر الام كي. واضح السؤال ستيت فورورد بس بدك تنتبه لقصه انه اوفر دام كريتيكال دام مش عارف ايش تفاصيل هاي. طيب هيك بنكون احنا لو جيت اسوي زوم هيك احنا شرحنا كل تفاصيل زيتا يعني دخلنا في الكيسز كلهم وفصلناهم من الفور كيسز زيتا ايكوال 0 بين 0 و1 وزيتا ايكوال 1 وجريتر ذان 1 كل هاي التفاصيل طبعا انا بنقلب لكم اياها على سلايد عشان تكون اوضح لكم. اوكي الحين بدنا نقعد نشرح في ايش اللي شرحناه في الفيرست اوردر اللي هو
التايم ريسبونس تايم ريسبونس. نحن كل هذا الباك جراوند عشان نيجي الحين في النهايه نشرح التايم ريسبونس. هنقول اندر دام سكند اوردر سيستم. طبعا ليش احنا خلينا الاندر دام؟ لانه هو دائما عاده بيكون المعظم حنستخدم ايش الاندر دام زيتا حتكون بينها بين الواحد. اوكي طيب احنا عارفين انه السي اوف تي، خلينا نرسم الرسمه معلش كمان مره ثانيه عندي ار اوف اس لو استخدمنا الستيب ريسبونس اللي هي واحد على اس، والجي اوف اس شو قلنا؟ هذا الجي اوف اس ذكرين اوميجا ان سكوير، هذه كلها على غير بيكون حافظينها، اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان في اس زائد اوميجا ان سكوير، هاي قلنا عنها ايش؟ سي اوف اس. طيب وقلنا سي اوف تي تساوي 1 ناقص 1 على جذر 1 ناقص زيتا سكوير في اي تو باور ماينس زيتا اوميجا ان تي في ساين، اذا تذكرين اوميجا دي يوم قلنا اوميجا اللي هي ايش؟ دامبنج فريكوانسي او سوري دامبنج يس فريكوانسي زائد فاي، وقلنا فاي تساوي كوساين زيتا كوساين انفرس زيتا. اذا بترجعوا للكيس اثبتناها اخر شيء من المحاضره الفاتحه، وقلنا اوميجا دي تساوي اوميجا ان سكوير روت 1 ناقص زيتا سكوير. تمام، وقلنا لو جينا نرسم الحين الرسمه اللي بدنا نرسمها ايش الاشكاليه؟ اوكي طيب الحين نيجي نرسم الرسمه بتاعتنا ونفصل عليها زي ما فصلنا في الفيرست اوردر، انتم تذكرين الرايز تايم السيتلينج تايم كل التفاصيل هاي. هاي عندي تي وهاي عندي سي اوف تي، وقلنا هاي حتكون عندي بغض النظر شو هي، ممكن تكون الستيب واحد او نسميها سي انفينيتي. تمام، ونيجي نرسم الرسمه، قلنا اذا اندر دام حتكون كده يعني ان شاء الله تكون يعني الرسمه منيحه. طيب اول حاله اذا انتم تذكرين قلنا الرايز تايم، شو هو الرايز تايم؟ الرايز تايم قلنا هو عباره عن 0.1 سي انفينيتي نفس الفيرست اوردر و 0.9 سي انفينيتي، هتكون هاي لانه هذا التايم عندي تحت حيكون هذا تي تي ار اللي هو الرايز تايم. تمام، شو كمان كنا احنا نشوف؟ قلنا السيتلينج تايم صح، السيتلينج تايم قلنا عندما يكون البوينت 2 بوينت 2 بوينت 02 يعني، ها اظن في عندي مسطره، خلينا اجيب المسطره عشان تطلع رسمتنا دقيقة، خلينا نحط ديجري زيرو، خليها ديجري واحد لأنه رسمتي أصلا ما إلي، ونروح نطلع كمان شوي 1.02. تمام، يعني الحين اللي هو 1.02 هاي هذه 0.02 سي انفينيتي وهذه 0.98 سي انفينيتي، يعني اقل 0.02 اكثر من 0.02. وين بتكون؟ within يعني مش طالعه ونازله من هنا، اذا انتم ملاحظين من هاي النقطه صح، يعني بعد الخط الاحمر حطيته الحين على اليمين كله داخل الرينج الخطين الحمر. هاي شو بنسميها؟ نسميها تي اس سيتلينج تايم، اللي بعده بنسميه ستدي state response، واللي قبله بنسميها transient response واضح يا شباب صبايا؟ في ناس عنده اي استفسار سو فار؟ لازم تكون الخط الازرق هان المنطقه شايفين الخط الازرق داخل البوينت 0 او 0.98 of the final value as well as
اللي هو 1.02 over the final value. طيب في عندي شغلة واحدة كمان اللي هي البيك تايم. البيك تايم، البيك تايم هو التايم اللي عنده أعلى value في الرسمة. يعني هذا الرسمة مستعطي أعلى value هان، صح؟ هاي بنسميها تي بي. تي بي هاي يعني بيك، from peak. خلينا أكتبها صح. تي بي بيك تايم، طبعا هذا عارفينه انتو رايز تايم، هاي سيتلينج تايم. سوري معايا يا شباب صبايا؟ طيب البيك تايم معناته انا في عندي كمان فاليو، ايش بنسميها هاي؟ خلينا ناخذها باللون الاخضر. من هذا الفاليو، من هاي، من عند الاسود لهاي، هاي الفاليو شو بنسميها؟ نسميها ام بي، ماكسيمم اوفر شوت، اعلى اوفر شوت عندي في النظام، يعني تعدى النظام. يعني هذه في النهايه حتكون عندي هاي ايش؟ سي ماكس. وايش وين السي مينيمم؟ تحت اللي هي زيرو. تمام، جميل جدا. في باقي شيء هيك في الرسمه؟ لا ما في باقي شيء، يعني تقريبا هيك الامور صارت واضحه. بس خلينا هنا احطها بالمنطقه هذه يمكن افضل، اللي هي 1 point C infinity، وهاي اللي هي 0.898 C infinity، يمكن افضل من المنطقه هاي. Excellent. هيك احنا بنكون فصلنا الرسمي لاي سكند اوردر، ويكون اندر دام. اندر دام يعني لو سالتك الرايز تايم تعرف طوله، البيك تايم تعرف طوله، السيتلينج تايم تعرف طوله، الماكسيمم اوفر شوت تعرف طوله. تمام، كل هاي التفاصيل واضحه امامكم. طبعا انتم انتبهوا هنا السي انفينيتي، خلينا اعيدها باللون الاسود. السي انفينيتي حتكون equal 1.4 unit step input، زي ما حليناها في الكيرفز اللي قبل كده. يعني هذه ملاحظة فقط إذا كانت عندك التفاصيل. طيب ممكن يعني أنتم حابين أفصل لكم إياهم كمسميات ولا هيك واضحين؟ يعني مثلا الرايز تايم شو معناها؟ السيتلينج تايم شو معناها؟ كل هاي التفاصيل إيش رأيكم؟ بس بسرعة كده، مثلا الرايز تايم أوكي معناها تي آر the time required for the system or for the response to go from 0.1 C infinity to 0.9 C infinity. Simple as that. Okay. طب لو قلنا peak time، هاي حتكون تي بي the time required for the response to reach P قلنا the first peak، أول 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 بيك عندي هي العالي هاي. طيب هذول الثنتين هاي 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 اند هاي، خلينا نقول هاي ميجر ذا سيستم او ذا سبيد اوف ذا سيستم، ذا سبيد اوف ذا سيستم. وهنا نفس الشيء، ميجر the speed of the system. ليش؟ لأنه لو كان، أرجع للرسمة، كل ما كان الرايز تايم، معلش في شيء، كل ما كان الرايز تايم أقل معناته عندي هذا أقل، كل ما أنا كانت الرسمة فاست، يعني زي كذا
اسرع يعني، هذا قل شوي اسرع. نفس الشيء البيك، كل ما كانت البيك هنا معناته التايم قل تي بي، معناته السيستم اسرع. تمام and so on. واضح ولا مش واضح؟ طب ناخذ اخر، خلينا نقول تقييم او اللي قبل الاخير، عندي باقي ثنتين. البيرسنت اوفر شوت اللي هو البيرسنت او اس از ذا ميجر اوف ذا اوسوليتنج او اوسوليتري nature of the response of the response nature of the response. وهنا it's measure of the it's measure of the transient لأن الأوفر شوت وين بصير يا شباب صبايا؟ في الترانزيانت بيريود ايرور. شنو ايرور؟ يعني ترانزيانت ايرور لو جيت للرسم لورا يعني هو قاعد بيسوي لي الايرور، هذه ايرور هو الاصل يجي على الخط الاسود، هذه الايرور فوق. كل ما كانت الاوفر شوت اكبر كل ما كان الايرور اعلى، كل ما كان اقل كل ما كان الايرور اقل. اوكي فهي، وطبعا هذا كل الكلام وين الاوفر شوت بكون؟ في منطقة الترانزيانت ريسبونس مش في الستيدي. الستيدي تقريبا الاوفر شوت ميت اولموست زيرو، يعني اولموست زيرو. طبعا كمعادله لو بدي احسب الاوفر شوت الاو اس بسميها الاو اس تساوي الماكسيمم بيك اللي هي اللي شفناها قبل شوي على سي انفينيتي عشان تعطينا برسنتج ضرب، لانه الاوفر شوت برسنتج 100%. تمام يعني ها سوري هيك كذا، يعني تساوي سي ماكس اللي هو الماكسيمم بيك، سي ماكس ناقص سي فاينل على سي فاينل ضرب 100%. هاي بتعطيك الاوفر شوت، هاي مهم المعادله. طيب نرجع اخر حالي اللي هي ايش؟ السيتلينج تايم. مش قلنا على السيتلينج تايم اخر شيء؟ هيك بنكون عرفنا كل شيء. سيتلينج تايم اللي هو تي كابيتال اس هو عبارة عن the time required for the response to settle within. شو يعني settle؟ يعني تستقر أو تستوطن within plus minus 2% اللي هو 0.02 of the final value. Final value اللي هي يعني ايش؟ C infinity. يعني TS لو جيت احسب TS، ذاكرين TS في الفيرست اوردر بقينا نقول 4 تاو وتساوي 4، وقلنا تاو واحد على ايش؟ اوميجا ان في زيتا، لانه ايش؟ وير اللي هو ايش؟ تاو تساوي واحد على اوميجا ان زيتا. اوكي طبعا هذا خلينا نقول ابروكسيميشن. اوكي ابروكسيميشن. طب في شغله بسيطه بس باقي عندي، هل الاوفر شوت هنا بقدر انا افحص زيتا من الاوفر شوت ولا لا؟ لانه ايش؟ الاوفر شوت هاي الاوفر شوت شو تساوي؟ او اس تساوي E exponential of zeta، هاي معادلة ثانية of pi على هذه كنت تحفظوها على جذر الواحد ناقص zeta square. اوكي لو جيت انت تحط c max minus c infinity final على كذا على كذا بتطلع عندك هاي المعادلة ضرب 100%. هذه exponential minus zeta باي على واحد ناقص zeta تربيع ضرب 100%. لو جيت انا وجدت zeta تساوي باخذ اللين للطرفين تطلع عندك minus لين ال percentage
اللي هي تاعت الأوفر شوت اللي قبل اليساوي تقسيم 100 على كله سكوير روت اوف باي سكوير زائد لين سكوير اوف الأوفر شوت على 100. خلينا نكتب 100 صح على 100. واضح؟ واضح شباب صبايا؟ هذول المعادلتين مهمين جدا برضو. اوكي هذه معادلة settling time. طيب جميل جدا. في ناس عنده سؤال so far؟ في ناس عنده أي استفسار so far؟ شباب صبايا في ناس عنده استفسار so far؟ لو وجدنا الحين الزيتا الأوفرشوت settling time أوكي، ما وجدنا البيك تايم، ممكن نوجد البيك تايم as a value إذا if you want البيك تايم يعني نثبتها نوجد زي ما سويناها في الفيرست اوردر. خلينا نشوف مثلا كيف نوجد الايش البيك تايم. تمام طيب جميل جدا. اوكي خلينا نقول هنا evaluation of peak time tb يعني and t equal tb بتكون d of ct دقيقة. اوكي دي سي تي مشتقة السي تي عند البيك شو بتكون يا شباب على دي تي لانه هي كذا صح يوم تشتق هنا تطلع عندك ايش اشتقاق صفر اشتقاق صفر تمام طبعا هنا عندي الاشتقاق تاع الدي سي اوف تي على دي تي تساوي لابلاس انفرس للاس اوف سي اوف اس ليش لابلاس انفرس للسي اوف اس عشان تعطيك سي اوف تي وتساوي لابلاس انفرس اللي هي اوميجا ان بقينا ناخذها تربيع ذاكرين اوميجا ان تربيع اللي هي اس في سي اس اوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير هذه هي الداخل لابلاس هاي قلنا شو بتطلع لنا اوميجا ان على جذر 1 ناقص زيتا تربيع في اي ذكرين هذا شو حطيناها قبل يمكن تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه وقلنا حتى الاكسبوننشال بيسوي الديكي ساين اوميجا دي قلنا اوميجا دي هي عباره عن ايش دامبينج فريكوانسي هاي بدك تسويها بالصفر وير اوميجا دي تساوي اللي هي اوميجا ان سكوير روت 1 ناقص زيتا سكوير تمام متى بتساوي بالصفر الفاليوز الأولانية إحنا أندر دام وأوميجا إن عندنا ناتشرال فريكوانسي شنو معناته الصفر عندي؟ ساين صح؟ ساين أوميجا دي في تي هي اللي بتعطينا صفر إيكوال زيرو معناته أوميجا دي في تي هي عبارة عن مضاعفات الباي لأنه يعني نقول اللي ساين الصفر الصفر والـ 180 وهكذا أوكي؟ مضاعفات الباي وير إن تساوي 1 2 3 وهكذا تمام معناته التي شو تساوي ان باي على اوميجا دي اوميجا دي اللي هي ايش اوميجا ان 1 ناقص زيتا تربيع تمام طيب اعلى قيمه عندما يعني ما تكون اعلى قيمه بدي اياها شو بتكون ان يعني الفاليو تاعتها اذا تي هاي بدي اياها اعلى قيمه كم بتكون الان قيمتها 1 صح ولا لا معناته يتضمن التي بي اللي هي عند اعلى قيمه تساوي باي هنا ات ان ايكوال 1 باي على اوميجا ان سكوير روت 1 ناقص زيتا تربيع طبعا هذا الاثبات حق ايش اللي هو هاو تو فايند التي بي هاي المعادله مهمه اللي هي تي بي كيف نوجدها دايركت كمعادله باي على اوميجا ان سكوير روت 1 ماينس زيتا تربيع تمام واضح شباب ولا مش واضح طيب عشان تكونوا في الصوره بس عندي شغله بسيطه في النظام يوم نقول سيجما
هاي سيجما وهاي جي أوميجا. تمام. عندما أقول الخط المتقطع الأمامي، خلينا نأخذ لون أزرق، وهاي كذا حتى as well as تحت، يعني هذه الخطوط المتقطعة these lines أين أكتب اللاينز صح؟ lines corresponds إيش؟ constant TB. يعني يوم تكون البول أو شو اسمه الجذور هنا، يعني هذا الجذر وهنا جذر وهنا جذر مثلا، وهاي كلها بتعطيني نفس إيش؟ TB، نفس البيك او البيك تايم او التايم بيك. اوكي واضح يا شباب؟ يعني لو بدي اترجمها هنا this means، عشان ما تنسوش، that the horizontal lines in S plane، ما هي هذا S plane صح؟ in S plane representation pools at constant peak time. لا تنسوها هاي. اوكي يعني عندي كل هذه الخطوط الزرق اللي هي، يعني يوم اشوف انا في الاس بلين خطوط مش هوريزونتال، معناته انا اي نو دايركتلي انه البيك تايم عندي ايش؟ ثابت. البيك تايم ثابت. جميل جدا. اي استفسار سو فار؟ طب الاوفر شوت كيف نقدر طبعا في عند الاوفر شوت هنا، بس هنا هنت في كيرف بينه وبين في علاقه ما بينه وما بين زيتا، يعني هنا نقول زيتا والاوفر شوت في ريليشن بينه، يعني هنا also you can find اللي هو البرسنتج اللي هو OS، أو خلينا نقول percentage OS or zeta from the figure طب you can google direct على طول the relation between zeta و OSM تطلع على طول direct اللي هي الفيجر تاعتك، وبحاول أن أشوفها في الكتاب أي فيجر بكتب لكم إياها هنا، أنا لا أذكر إيش فيجر في الكتاب لكن حتكون شكلها زي كذا. اوكي يعني حتكون شكلها زي كذا، هاي زيتا وهنا حتكون عندي او اس. اوكي حنقول هنا 100، هنا حنعطي مثلا 10 and so on. هنا حيكون عندي 0.1 وهنا حتكون عندي مثلا 0.5 هنا حتكون عندي 1 وهكذا، يعني 0.1 0.2 and so on. حتكون الرسم كده. يعني تقريبا زي كده. فأتي دايركت مثلا لو بدي أنا مثلا value عند 0.8 مثلا، هاي 0.8 مثلا دايركت، هاي 0.8 زيتا على طول بطلع أنا عندي إيش، خلينا نقول مثلا كده على طول بطلع عندي، خلينا نقدمها بس شوي مش ظابطة معي. اوكي هاي عندي حتكون ايش اللي هي قيمه ايش زيتا تقريبا 11 مثلا هنا، معناته عندي as زيتا increased، يعني كل ما زادت increased شو معناته بعطيني overshoot decreased، لا ننسى عكس بعض، زيتا عكس الovershoot، زيتا عكس الovershoot. اوكي طيب جميل جدا. الحين لو انا قلت لكم على الاس بلين كيف شكل زيتا كذا، هاي اس بلين زي ما سوينا قبل شوي البيك تايم، هذه عندي السيجما وهاي عندي جي اوميجا،
كرين زيتا شو تساوي كنا زيتا كوساين انفرس اوف اوفر شوت او اوف ثيتا ذاكرينها كذا. كنا نقول اذا البولز عندي هنا في المحاضره اللي فاتت اخذناها هاي قلنا ثيتا صح او فاي وقلنا هاي تساوي كوساين انفرس شو تساوي كوساين انفرس اوف فاي يساوي زيتا صح. معناته زيتا ثابتة على خط الأسود فوق زيتا ثابتة على الخط الأسود شو معناته يعني هنا يعني مثلا فاي هنا وقلنا نسمينا S1 S2 S3 S4 يعني فاي S1 تساوي فاي S2 هي نفس الفاي تساوي S3 تساوي فاي S4 شو معناته هذا الكلام زيتا S1 تساوي زيتا S2 تساوي زيتا S3 تساوي زيتا S4 كمان as well لأنه زيتا هي relation ثابتة ما بينها وبين الأوفرشوت معناته OS اللي هو percentage لS1 تساوي percentage OS لS2 تساوي percentage OS لS3 تساوي percentage لOS لS4 تمام. يعني هنا زي ما قلنا زيتا بتزيد معناته الأوفرشوت بقل تمام بقل. جميل جدا. طبعا لا تنسوا هاي مثلا لو الأولانية هاي حتكون عندي إيش هذا ارجع للمحاضرة الفاتت هاي ناقشناها وثبتناها أوميجا إن واحد ناقص زيتا تربيع تمام. طيب since the overshoot depends only in zeta تمام وزيتا بتعتمد على ثيتا تمام الحين احنا هذا اللي بدنا اياه. اذا كان عندي الاسبلين نفسه هذا اللي شفناه قبل شوي سيجما تمام وهي عندي جميع اوميجا لو كان عندي خلينا ناخذ الخط الازرق شباب معي متابعين ولا كيف just to double check ناس يخبرني يا شباب معاك معاك دكتور واضح ولا الأمر صعب طيب خلينا أخذ مثلا هاي هنقول هاي مثلا فاي واحد هاي فاي تو هاي فاي ثري وهاي فاي فور كل واحد فاي شو معناته هاي فاي يعني هذا هتعطيني هان خلينا نكتب هيك باللون الأحمر زيتا اللي هي 4 تابع على فاي 4 تساوي كونستنت وزيتا 3 تساوي كونست وهنا زيتا 2 تساوي كونستنت على طول الخط وزيتا 1 تساوي كونستنت شو معناته هذا الكلام يتضمن as well الأوفرشوت 1 يساوي constant كمان ونفس الاشي هنا الاوفرشوت 2 تساوي constant as well as البقية كمان هنا الخط الاسود هذا زيتا equal 1 شفناها قبل في اليوم شفنا زيتا 1 قلنا ذكرين اذا انتم ذكرين في عنا 2 بول واحد ماينس اكثر من الثاني هذا فاي شو معناها صفر لانه كوساين انفرس للصفر هو اللي بيعطيني ايش الباي لو بيعطيني زيتا equal 1 معناته هنا عندي systems مثلا S1 و S2 have لو قلنا مثلا عندي وين S1 و S2 نحطه مثلا نحط هنا S1 هنا S2 هذا S1 هاي S2 have same overshoot same overshoot as well as and zeta بس احنا بهمنا الاوفرشوت في الريسبونس بلاش زيتا نكتبها لانه بهمنا عندنا ايش فقط اللي هو ايش الاوفرشوت الاوفرشوت واضح كيف لو جبت لك رسمه في الاس بلين معناته اذا انت عارف الخط الازرق هذا بعطيني كونستانت زيتا او كونستانت اوفرشوت في الرسومات اللي قبل رسمناها اذا شفنا هنا مثلا في البيك تايم البيك تايم اذا كان هوريزونتال هو الثابت البيك تايم الهوريزونتال هو الثابت
طيب باقي عندنا خلينا نرسم ايش اللي هو السيتلينج تايم ونشوف كيف تاثيره على النظام السيتلينج تايم. في سيتلينج تايم والرايز تايم مزبوط، باقي علينا هذول الثنتين وبعدها هيك بنخلص اولموست اللي هو خلينا نقول بضل عندنا سكشن بسيط جدا، سكشن بسيط جدا من الشابتر اللي هو تاع تايم ريسبونس، بعدها بننطلق على شابتر اخر. اوكي خلينا نشوف هنا evaluation of TS settling time. لو قلنا C of T هتكون between ايش plus minus 0.02 C infinity، صح؟ هذا اللي تعلمناه وقلنا الرسم كذا هيك، صح؟ وقلنا لو كانت عند الواحد وراحت الاوفرشوت ونزلت كذا، وقلنا عندنا لو اخذت الخط الازرق اللي هو within اللي هو هاي وهاي اللي هو 0.2 1.02 وال 98% حيكون عندي ايش settling time TS. تمام، وقلنا C of T شو تساوي؟ 1 ناقص 1 على جذر 1 ناقص زيتا تربيع في الاكسبوننشال ماينس زيتا اوميجا ان تي في ساين اوميجا دي زائد فاي. تمام، وهذه قلنا شو بتعطيني هاي؟ هي اللي بتعطيني الاوسيليشن اصلا، الساين هي اللي بتعطيني الاوسيليشن. هاي كانت 1 وهنا سالب 1 وهذا اللي بيعطيني الديكي. فعشان كذا صارت هي اوسيليشن ساينوسويدال مع ديكي اللي هو الدامبر عشان يعطيني ايش؟ النظام. تمام، طب لو جيت انا اطبق عند السي اوف تي اللي هو ات تي اس ات تي ايكوال تي اس، لو جيت اعوض في السي اوف تي هتطلع عندي 1 على جذر 1 ناقص زيتا تربيع في اي تو باور ماينس اوميجا ان تي ويساوي 0.02، صح؟ مش هي بوينت بتوين 0.02 بتوين 1.02، صح؟ طب جيت اوجد الايكويشن. اوكي معناته تي اس، عوض التي اس في المعادله، شو بصير عندك؟ التي اس تساوي ماينس لين، مش مطلوب منكم الاثبات طبعا، 0.202 بس فعلا سهله، يعني تحط الجذر اضربه في ال 0.02 بعدين اخذ اللين للطرفين عشان تطلع معك، بتقسم على زيتا اوميجا ان في الاخر اللي هو 1 ناقص زيتا تربيع على يوم انك تقسم تاخذ اللين، يوم تاخذ اللين للاي ماينس زيتا اوميجا ان تي هذه بتروح مع هاي، فبضل هاي قسم على زيتا ان تحت فبضل التي لحالها اللي هي تي اس يوم عوضناها زيتا اوميجا ان. تمام، معناته التي اس تساوي تقريبا، وهذا اللي اثبتناه احنا، زيتا اوميجا ان. زيتا اوميجا ان لما تكون عندي الزيتا بتوين اللي هو الصفر والايش؟ واحد. تمام، الصفر والواحد. طيب وقلنا احنا السيتلينج تايم اذا انتم ذكرين احنا تعتمد على ايش؟ على الريال تايم، على الريال نمبر. اوكي لو زيتا اوميجا ان، صح؟ تعتمد على زيتا اوميجا ان. اذا انتم ذكرين الرسمه تاعت سيجما وجي اوميجا، ايش قلنا؟ هاي تعطيني اللي هي لو قلنا عندي تو بولز مثلا هنا، خلينا ناخذ لون اخضر، هاي وهاي، او هاي وهاي مثلا، وهان وهان and so on هيك. طيب قلنا هاي إذا أنتم ذاكرين أوميجا إن سكوير روت واحد ناقص زيتا تربيع، وهذا الريال هنا ماينس زيتا أوميجا إن، ماينس زيتا أوميجا إن. يعني هي بتعتمد تي إس تعتمد على زيتا أوميجا إن، على الريال. عشان كذا دائما الخط هذا العمودي بعطيني إيش؟ تي إس the same تي إس. يعني خلينا نقولكم هنا vertical lines، سوري هنا اي lines on S plane are lines at constant TS، يعني constant TS as the ball moves to the left. نقول هي كابيتال as move to the left
معناته هيكون عندي ايش؟ زيتا اوميجا ان از لارجر صح؟ معناته هاي بتصير بتزيد يعني زيتا اوميجا ان هذه الابسوليوت فاليو تاعتها كل ما رحت على الشمال كل ما زادت صح؟ شو معناته هذا الكلام؟ then ts is smaller كل ما رحت على الشمال كل ما كانت ts يعني لو بدي اعبر لكم عنها هنا هنا برسمتين صغار يعني لو قلنا كذا سيجما جي اوميجا واخذنا الخطوط هاي اللي هي اللون الازرق وجيت رحت اكتب باللون الاحمر بقول كذا TS decreased TS decreases اوكي وهنا طبعا تعرفين اللي هو الخط نرجع للخط الازرق كذا معناته لو قلنا عندي باللون الاخضر هاي عندي SA وهنا عندي SB اللي هو البولز معناته عندي ايش تي اس السيتلينج تايم ل بي از ليس ذان السيتلينج تايم ل اي تمام يعني لو قلنا احنا وير تي اس شو تساوي 4 على زيتا اوميجا ان معناته الزيتا حقت اي اقل من زيتا حقت بي العكس زيتا حقت اي اقل من زيتا حقت بي واضح يا شباب الحين صار عندنا كل التفاصيل يعني انا بعرف انا مثلا اذا بدي في النظام السيتلينج تايم يكون عالي معناته البولز لازم تكون قريبه ناحيه الجي اوميجا لا والله بدي اياها تكون السيتلينج تايم قليل بروح البولز تكون ناحيه الشمال عشان كذا كمان شوي حنسوي تصميم لنظام للكنترولر الكنترولر بنحط البول تاعه اذا بدي السيتلينج عالي قريب الجي اوميجا لا والله بدي السيتلينج قليل بروح ناحيه الشمال نفس المبدا في الاوفر شوت والزيتا قلنا الاوفر شوت اللي هي الانجل اللي هي طالعه بشكل مائل صح كمان نفس المبدا انا هاي الاوفر شوت اذا بدي الاوفر شوت قليل شو يعني الاوفر شوت قليل يعني الانجل هنا عندي قليل صح وهكذا طب هاي كل ما زادت زيتا كل ما قلت الاوفر شوت صح كل ما زادت زيتا كل ما قلت الاوفر شوت وزيتا شو تساوي كوساين انفرس الفاي كوساين انفرس الفاين نفس المبدا يوم شفنا ايش في البيك تايم البيك تايم عندي هنا ايش اللاينز انه عندي تي بي ثابته عن طريق اوميجا ان وزيتا بقدر اشوف كمان البيك تايم بدي اياه عالي بدي اياه قليل فكل هاي الامور في شيء بعطيك بوزيتيف على عكس غيره يعني مثلا لو بدي ازيد البيك تايم ممكن يرفع الاوفر شوت طبعا اكيد البيك تايم اعلى الاوفر شوت حيرتفع طب لو قللت زيتا شو بيصير في الاوفر شوت طب لو زدت الاوفر شوت شو بيصير في السيتلينج تايم شو بيصير في البيك تايم كل هاي البارامترز لازم ندرسها مع بعضها بحيث ان نحصل على الاوبتمايزد يعني افضل قيم للبولز بحيث تعطينا افضل قيم للبيك تايم افضل قيم للسيتلينج تايم افضل قيم للاوفر شوت للزيتا للسيتلينج تايم للبيك تايم كل التفاصيل هاي تمام باقي عندنا اخر ستيب اخر ستيب منخلص اللي هو تقريبا الشرح وناخذ اخر سيكشن اللي هو الايفالويشن ION of TR نشوف TR كيف بتاثر على نظام TR تمام اذا متذكرين قلنا الـ هاي الواحد مثلا وكذا قلنا TR عند البوينت 1 وعند البوينت 9 قلنا بننزل كذا وننزل كذا هذا هو تي ار الرايزنج تايم والرايزنج تايم تساوي تي بوينت 9 ناقص تي بوينت 1 صح هنا بشكل عام not easy to find an analytical يعني ما في عندي بقدر احصل على معادله زي ما شفنا في اللي قبلهم كلنا وجدناهم باكسبريشن ماثيماتيكال بقدرش احصل انا للتي ار يعني عاده لازم اشوف الريسبونس صار اسمه واطلع التي ار حقتي
اتباعا على الدايمنشنز اللي عندي او البارامترز اللي انا حصلتهم عن طريق البولز، السيتلينج تايم، الاوفر شوت، كل التفاصيل هاي. لكن بشكل تقريبي، بشكل تقريبي يعني اوجدوا انه ايش التي ار، يعني يوم تكون 0.3 والبوينت 8 تي ار عاده غالبا شيء تقريب ال2 16. طبعا هذا اثبتناه في الفيرست اوردر، في السكند اوردر صعب، لكن بشكل مقرب استخدموا هاي المعادله 2.16 زيتا زائد 0.6 على اوميجا ان، على اوميجا ان. لو اجينا نرسم سوري خلينا نرجع بس لورا شوي، اجينا نرسم زيتا علاقه ما بينها وما بين اوميجا ان، لانه اضرب اوميجا ان في تي ار ويصير عندك اوميجا ان تي ار، هذول سنتين مع بعض. اوكي تيجي ترسم عند البوينت 3 وعندي البوينت 8 تمام، اجي اطلع خطوط وهذه اطلع خطوط من هنا. اوكي فالحين الرسمي الاكتوال حتكون كذا، الاكتوال هاي اكتوال اوميجا ان تي ار. لو جيت انا ارسم مش الاكتوال اللي هو لينيرايزد، حتكون كذا لينيرايزد اللي هي المعادله اللي شفناها قبل شوي، المعادله هاي ما بدي احط الخط بلاش نخربط، بس هي المعادله ايش خلينا نقول لينيرايزد اوميجا ان تي ار. اوكي معناته هنا لو بدي احط نوت ذات تي ار از ديكريزنج مع الاوميجا ان، صح؟ لانها عكس، شايفين معادله تي ار تساوي شيء على اوميجا ان، يعني كل ما كل اوميجا ان زادت معناته الرايز تايم بقل. هاي انا عندي انديكيشن اور زيتا بتقل، يعني كل ما قللت زيتا الدامبر كل ما الرايز تايم تاعي قل، الرايز تايم تاعي قل. شو معناته قلل الزيتا؟ معناته وصول النظام للفاينل فاليو اسرع، بس هذا شو بياثر عليك زيتا تقلله؟ بصير عندك اوفر شوت عالي، لانه الزيتا تعتمد عليها الاوفر شوت على المعادله اللين واتيفر كذا كذا كذا. فهنا يعني عندك قلل الرايز تايم الاوفر شوت يزيد، فانت يو نيد تو فايند الاوبتمايزد وان. اوكي طيب عاده هنا عاده هاي انتبهوا، يعني بالعادي هاي ما بنلعب فيها do not change يوم انك تسوي الرايز تايم. ليش؟ لانه هاي اتفكت اللي هو الاوفر شوت. فشو بيلعبوا دائما؟ بيلعبوا في الاوميجا ان، يعني بتزيد الاوميجا ان بتقلل الاوميجا ان عشان تحصل التي ار، عشان تحصل التي ار. سو انت ذا بيست is to change omega n to have different tr. تمام هيك بنكون خلصنا. احنا خلينا نقول اللي هو ممكن ناخذ example عليهم كلهم اذا انتم حابين ونخلص السكشن هذا. كم باقي وقت عندنا؟ تقريبا باقي وقت يا شباب ولا خلص؟ خلصت المحاورة دكتور. طبعا خلص خلينا احنا واقفين هنا، باقي عندي سكشن بسيط. احنا وصلنا تفسير كل شيء، في عندنا اكزامبل خلينا اكتبه هنا باش انساه. خلينا نقول اكس اكزامبل، خلص بنقف عند الاكزامبل هنا. فبنشرح الاكزامبل منه، بنسوي سمرايز لكل اللي شرحناه اليوم، وبنحل نوجد السكشن الاخير، بعدها بننتقل لشابتر ثاني ان شاء الله. طيب في مجال اخذ انا اتندنس بعدين؟ طبعا عشان تكونوا في الصوره الفاين او الميد تيرم اكزام العلامات صاروا عندكم على على الداشبورد على تاج. اوكي طيب دكتور علامات الكويز الاول شو صار فيهم؟ بصلح فيه والله الكويز قاعد بصلح فيه، ان شاء الله بنزل لكم خلال الويكند اللي جاي هاي بكون عندكم ان شاء الله. طب خليني بس انا اوقف الريكورد عشان ناخذ الاتندنس. دكتور بدنا الاجابات الرسميه للميدتيرم.